فتين في مده يعني تقريبا دقيقتين، وكانت القدفتين كانت في الاطار، كان ممكن تكون على اثرها اهداف، وهذا شيء يبشر بالخير لانطلاق المقابله. هذا ما نتمناه، نتمنى ان نشهد اهداف كثيره في هذا الدربي بين ترجي مستغانم وسريع غليزان. مباراة تلعب لحساب الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. كرة لصالح السريع في الوسط عن طريق فؤاد علاق. فؤاد علاق يبقى محافظ على كرته الآن. غوميدي اضطر للعودة الخلفي، يتواجد زيدان. زيدان كرة طويلة ناحية دراق، لكن كرة خارج المستطيل الأخضر. صالح المدافع زروال مزيان، لصالح المدافع زروال مزيان اللي دخل اليوم كأساسي بعد أن قام المدرب تغييرات هي اضطرارية بداعي العقوبة. مدرب سريع غليزان، هذه كانت محاولة خطيرة لصالح ترجي مستغانم. قلت مدرب ترجي مستغانم قام بأربع تغييرات اضطرارية في مباراة اليوم، بإقحام كل من زروال، منصور، نايل وأبو العويدات مكان كل من بالعربي، حمزة، بختاوي وبالقاسمي الذين يغيبون عن مباراة اليوم بداعي العقوبة. بينما مدرب سريع غليزان قام بتغييران بإقحام زيدان ومونجي مكان دراجي ورحال المتواجدان في كرسي الاحتياط. هي كان يعني صعوبة المدربين هي في إيجاد التشكيلة المثالية لخوض البطولة، ولكن لما تتحتم عليك الأمور وين يكونوا لاعبين مصابين أو في إمدارات، تغيير مثل هذا أربع لاعبين مرة واحدة يعني فيه صعوبة. ولكن رانا نشوف مستغانم، ترجي مستغانم رهيبين في النوايا تاعه، وهو اللعب الهجومي المحض اللي ممكن جدا يجيب الثمار تاعه. وخلوفي ينطلق من وسط الميدان، خلوفي كرة ممتازة ناحية مادوني، تسديدة الحارس زايدي في المكان المناسب بعد كرة بن مغيط. بعد كرة بن مغيط زايدي في المكان المناسب، لكن يجب أن ننوه بالانطلاقة الجيدة والممتازة لخلوفي لينطلق بالكرة من وسط الميدان وهي الكرة ناحية بن مغيط. أخطأها في خمس دقائق تقريبا أو ست دقائق، شفنا تلت قذفات وكلها في الإطار يعني لتير كادري. هذا شيء يعني إيجابي جدا بما نراه في بعض الأحيان في بعض المقابلات، بما نشوف تقريبا في الشوط كامل ما نشوف أي قذفة. هذا شيء جميل ونتمنى إن شاء الله يبقى إلى غاية نهاية المقابلة أو الشوطين. هي نصائح المدرب مختار عساس طه الذي يطالب لاعبيه بالضغط على مرمى سريع غليزان، ربما هو يريد حسم المباراة منذ البداية. وهو كذلك سيف الدين بن زردان، انه نشاهدوا فريق ترجي مستغانم دخل مباشرة في صلب الموضوع يضغط على الفريق المنافس. وكرة أخرى من بن طالب طويلة، الكرة تجاوزت المستطيل الأخضر. نعم بالفعل كما يشير الحكم المساعد الأول. شوف شاهدوا هنا شريف حجار هو الآخر يطالب بلاعبيه باللعب الأمامي. هذه آخر محاولة لبن مغيط، والتصدي الأروع للحارس زايدي. شريف حجار لا يريد تحمل ضغط المباراة وعبء، لا يريد من دفاعه أن يتحمل ضغط المباراة. هذا أمر طبيعي فريق، لأنه نلعب الآن في مباراة دربي وربما تلعب على جزئيات بسيطة، الخطأ فيها ممنوع في خاصة في اللحظات الأولى. هذا الدربي الأول لترجي مستغانم هذا الموسم، والدربي الثاني لسريع غليزان الذي فاز في الدربي أمام ولدية سعيدة ب3-1. إذا مخالفة لصالح ترجي مستغانم، كرة طويلة ممتازة من هناك لكن جنبت العمود الأيمن للحارس زيدي مصطفى. كانت كرة على ما أعتقد من منصور. لحظات الأولى، نلعب سبع دقائق الأولى من زمن هاته المباراة. فريق ترجي مستغانم يضغط منذ الوهلة الأولى. آخر مواجهة بين الفريقين كانت بملعب الشهيد الطاهر زوغاري بغليزان في نوفمبر 2016، وذلك لحساب كأس الجمهورية. وانتهت المباراة نداك بتفوق سريع غليزان بنتيجة هدفين مقابل هدف.
والسريع انذاك كان في الرابطه المحترفه الاولى. وهو كذلك سريع غليزان كان سقط الى الدرجه الثانيه في موسم 2017، وهو يطمح الى العوده مجددا الى حاضره النخبه. فريق سريع غليزان، هذا الفريق العريق الذي انجب عده لاعبين، مدينه غليزان المدينه المضيافه والرياضيه. هذا الموسم تطمح اداره السريع الى العوده الى حضيره النخبه، بينما فريق ترجي مستغانم كذلك هذه المدينه الرياضيه والمضيافه هي الاخرى تسعى الى ضمان البقاء بكل اريحيه، وكذلك الاهداف ستاتي مع مرور المباريات. بن طلب كورته دائريه مباشره في القائمه الثاني، لكن هناك تغطيه دفاعيه حاضره وخمس امتار وخمسين لصالح سريع غليزان. منذ انطلاق المباراة نشاهد فريق يضغط وفريق يتحمل عبء المباراة. جمال شيء منطقي جدا، وهو ان الفريق الزائر هو كما يقولوا احنا بالفرنسية سوبي لو ماتش، والفريق ترجي مستغانم يبحث عن فتح التسجيل. لماذا؟ لكي تسهل عليه المقابلة، خاطر عارفين باللي ترجي سريع غليزان يعرف يتحكم في المقابلات حتى في الخارج الديار، لهذا يحاول باش يبحث عن الهدف في اقرب وقت ممكن. ولكن الان على سريع غليزان ان يظهر الخبره والتجربه تاع اللاعبين تاعه في تسيير المقابله. نلعب إلى غاية الآن 10 دقائق من زمن هذه المرحلة الأولى بين ترجي مستغانم وسريع غليزان، مباراة تلعب لحساب الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. كرة طويلة من منصور، البحث عن مادوني، لكن يتفوق عناصر سريع غليزان وإبعاد الكرة بطريقة عشوائية مباشرة ناحية الأمام، أين يتواجد كل من دراج وسيماني. سيماني وليد بن طالب الاخضر اخطا يعني بعد 11 دقيقه ولا فرصه لفريق سريع غليزان. حارس المرمى ما تلقى اي يعني خطوره لحد الان، ما وصلوش الى مرمى ترجي مستغانم، وهذا يعني عنده تفسير، وهو ان الفريق راه يدافع اكثر من التفكير في الهجوم، وهذه نجم نعتبرها كنجاح خطه ترجي مستغانم. وهو والانطلاقه من هناك لسريع ترجي، خطيره خطيره خطيره، بن زازا يفعل ما يشاء بالكره الى التسجيل. بن زازا يفعل ما يشاء بالكره الى التسجيل. راوغ، شوف هنا، شوف هاي الانطلاقه، كره بالعقب، شوف راوغ مدافعين، هي الكره والتسديده خارج الاطار. كانت يعني تمريره جميله من اللاعب مادوني الى الزميل تاع بن زازا، ولكن خطا في القطف في المرمى، وهذا يعني نظرا لتسرع اللاعب. والمدرب عساس غاضب جدا من هذه الفرص الضائعه، ربما يدرك هو ان في كره القدم عندما تضيع قد تتلقى اهداف. وهو كذلك هذه القاعده الغير مرغوب فيها بالنسبه لانصار سريع او ترجي مستغانم في هذه اللحظات، خاصة في مباريات الديربي التي تلعب على جزئيات صغيرة. طه، نعم، وهو كذلك سيف الدين بن زردة، وكرة لصالح سريع غليزان، وضعية تسلل واضحة للعيان. مازال إلى غاية الآن فريق سريع غليزان لم نشهد هجمات من السريع، بالرغم من أنه شاهدنا المدرب شريف حجار يطلب من لاعبيه التقدم ناحية الأمام جمال بن شادلي، ولكن إلى غاية الآن اللاعبين متحملين عبء المباراة. يعني هل ترجع هذه لعقلية اللاعب الجزائري أم لما يلعب خارج الديار، أم لتخوف زائد من لاعبي سريع غليزان؟
قبل هذا الدربي؟ هذا غالبا ما يحدث، يعني اللاعبين يتصرفوا بعشوائية وبارتجالية وينساوا النصائح تاع المدرب. الآن أنا ما نظنش حاج جار شريف اللي نحييه بالمناسبة طلب من اللاعبين يرجعوا للوراء ويقوموا بالدفاع. يعني كنا شاهدناه يعني على المباشر يطلب من لاعبيه التقدم ناحية الأمام. هنا بعض الأحيان أنت مطلوب يعني باش يعني تتكلم مع اللاعبين وتتفطنهم نوعا ما باش يرجعوا الى المقابله ويحكموا الكره ويتحكموا بالكره ويحاولوا باش يهاجموا اكثر من الدفاع، لان اذا كان استمرت الامور بهذا الشكل فممكن جدا يتلقوا الهدف مبكرا ولو ان الوقت مازال، ولكن كلا الفريقين حتى يعني بعض الاحيان ولو ان ما وصلوش الى مرمى الترجي المستغنم، ولكن ممكن جدا في ردة فعل يعني تكون فعالة من طرف الشارع غريزان يقدروا يسجلوا الهدف، وهذا ما يحدث غالبا في كرة القدم. طه لا ننسى كذلك غياب هاشم قلب الهجوم بالنسبة لشارع غريزان، وكذلك المهاجم موسي ربما اللي خلى فارغ أيضا في القاطرة الأمامية للسارع. ربما هي كلها عوامل تؤثر فيها السارع. وكرة ممتازة ممتازة هذه الكرة، والحكم الحكم سيد فاروق ميال يقول ضربة جزاء لصالح سريع غليزان. الحكم فاروق ميال كان قريب من اللقطة، يقول ضربة جزاء لصالح سريع غليزان في هذه اللحظات في الوقت اللي كان ترجي مستغانم يرمي بكل ثقله ناحية الأمام. سريع غليزان في أول محاولة في أول هجمة يستفيد من ضربة جزاء. شوف هنا كان هناك تدخل مباشر من الحارس، نشاهد الإعادة. تفضل سيدي. يعني كما تكلمت يعني سبق لي وتكلمت ان ممكن جدا سريع غليزان تتاح له الفرصة، وهي فرصة اولى سامحة. خطأ كبير من الحارس، ترك الكرة ووقف مسار اللاعب، وهذا انا نقول باللي الحكم كان محق في اعلان ضربة الجزاء. وهذا هي حالات كرة القدم، لما نسيطر لا يعني ان المقابله في يدي، بالعكس لازم الحذر، نهاجم ونحذر في الدفاع. وهنا ارتكبوا الخطا، ارتكاب خطا كان مسبقا يعني في الدفاع لما ما وقفوش مسار اللاعب، خلاه اللاعب يتقدم ويدخل في منطقه ضربه الجزاء، والحارس زاد ارتكب خطا اخر في عود يلعب الكره، راح الى توقيف مسار اللاعب، وهي في قوانين كره القدم ضربه جزاء واضحه وكان قرار صائب من طرف الحكم. هذه هي الجزئيات التي كنا نتحدث عنها. ضربة جزاء شرعية لسريع غليزان بعد عرقلة سيماني وليد. ضربة جزاء لصالح سريع غليزان. من وراء الكرة؟ من سينفذ هذه الكرة؟ اللاعب علاق، فؤاد علاق. إذن فؤاد علاق في أول امتحان للحارس بولعويدات فورلو ليعوض اليوم الحارس بالعربي. علاق أمام الكرة، علاق يتمكن من تسجيل الهدف الأول، لصالح سريع غليزان. سريع غليزان يتمكن من افتتاح مجال التهديف في هذه اللحظات في الدقيقة 16 عن طريق ضربة جزاء من فؤاد علاق بكل روعة. شوف هنا فؤاد علاق، الحارس في جهة والكرة في جهة. كانت يعني تصويبة في المستوى، وين اللاعب كان عنده يعني تحكم في النفس ورمى الكرة في الزاوية وين الحارس أقدر يدير أي شيء. إذا الآن غادي المقابلة نشوفها تدي مسار آخر، ونتمنى إن شاء الله باش تكون دائما في روح رياضية، ونحاولوا باش نشاهدوا مقابلة في القمة. إذا كرة لصالح السريع مباشرة طويلة من هناك، البحث عن زروال. هذه هي الجزئيات التي كنا نتحدث عنها طه. نعم سيف الدين، فرصة واحدة. من فرصة واحدة تمكن سريع غليزان من افتتاح مجال التهديف عن طريق علاق بعد تنفيذه لضربة جزاء في أول محاولة. كرة لصالح السريع، ربما هل ستفتح الشهية
بالنسبة لعناصر وأشبال المدرب شريف حجار، أم هل سيكون هناك كلام آخر لأشبال المدرب مختار عساس الذين دخلوا مباشرة في المباراة وشنوا عدة حملات هجومية؟ نبقى نشاهد نرى ونترقب لمن ستكون له الكلمة النهائية في هذا الحوار الكروي بين ترجي مستغانم وسريع غليزان. نذكر لمن التحق بنا في هذه الأونة بأن الفريق الضيف سريع غليزان متفوق بنتيجة هدف دون رد أمام صاحب الأرض ترجي مستغانم. كرة من هناك والدفاع يتدخل عن طريق القائد ليعود للتشكيل الأساسي لسريع غليزان، محمد الأمين زيدان 35 سنة، أكبر عنصر في تشكيلة المدرب شريف حجار. كرة لصالح السريع عن طريق الترجي عن طريق خلوفي. خلوفي يستفيد من مخالفة يشير إليها الحكم المساعد الأول، مخالفة لصالح سريع ترجي مستغانم. ترجي مستغانم يعد ثالث أحسن هجوم في البطولة، وهذا بعد الرائد جمعية شلف وأمل بوسعادة بسبعة أهداف، ثم يليه في المرتبة الثانية جمعية وهران بستة. كرة دائرية من هناك والدفاع يتدخل ويبعد الخطر، تبقى دائما الكرة لصالح ترجي مستغانم عن طريق طه. وأنت تتكلم عن هجوم سريع غليزان وترجي مستغانم، سريع غليزان هو أول هدف يسجله خارج الديار هذا الموسم، والترجي دفاعه يتلقى أول هدف هذا الموسم داخل الديار. هذه إحصائية مهمة جمال بن شدلة. طبيعة الحال هي دائما رانا في بداية البطولة، كل شيء يعني هو في يحسب له، ولكن أنا نرجع إلى المقابلة ونقول بأن ترجي مستغانم نظرا للخط الهجومي تاعه القوي والسريع ممكن جدا يرجع في المقابلة، بشرط أن لاعبيه وبالخصوص لاعبين وسط الميدان يقوموا بالدور تاعهم في تزويد هاد اللاعبين بكرات يعني جيدة. هذه الحلول بالنسبة لفريق ترجي مستغانم. شوف هنا الاستنجاد بالحارس كاد يكلف غاليا ترجي مستغانم، بينما الحلول بالنسبة لفريق سريع غليزان هو نشوف شيء واضح ان سريع غليزان يلعب على الكرات المرتدة، يرجع الى الوراء يغطي المرمى تاعه مليح والمنطقة تاعه مليح ويروح بسرعه الى الامام عن طريق التمريرات الطويله، بعكس الفريق تاع ترجي مستغرم يحاول بس يصنع الهجومات، بناء الهجومات عن طريق تمريرات قصيره، وهذا شيء ممكن جدا يجيب نتيجه، ولكن لازم يكون فيه لعب الى الامام عدم الرجوع الى الوراء والاحتفاظ على الكره. بن مغيط كره طويله ناحيه مادوني، يهيئ الكره لبن شاوش، لكن شوف هناك تكتل دفاعي من جانب عناصر سريع غليزان، معركة في وسط الميدان. منور واحد من اللاعبين الشبان، منور عبد الملك واحد من اللاعبين الشباب الذي عرف كيف يكسب ثقة المدرب شريف حجار. منور عبد الملك من مواليد 16 جانفي 1997، 21 سنة، يتواجد في التشكيل الأساسي، في تشكيلة يتواجد فيها رحال فوزي ودراج وسيماني. رحال اليوم يتواجد في كرسي الاحتياط. بعد تسجيل الهدف الأول لصالح سريع غليزان انخفض رتم المباراة نوعا ما من جانب فريق ترجي مستغانم الذي شاهدناه منذ انطلاق المرحلة الأولى يرمي بكل ثقله ناحية الأمام. كرة طويلة مباشرة ناحية المنور، المنور سريع، المنور المنور تهيئة الكرة ولكن تسديدة بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس بولعويدات. هنا ما تبقى من الوقت سريع غليزان راح يلعب على الهجومات الخاطفة، هذه طريقة تسجيل الهدف الأول والوحيد في هذه المباراة إلى غاية الآن عن طريق فؤاد علاق.
كنا شاهدنا تسجيل الهدف من زاوية أخرى من صورة فوقية. كرة لصالح السريع، تسديدة تسديدة، والحارس بولعويدات فورلو في المكان المناسب. كانت تسديدة من المهاجم سيماني. الآن الكرة لصالح سريع أو ترجي مستغانم في الوسط. بن شاوش يبقى محافظ على كرته، تأتي له المساندة عن طريق خلفي سريع ومراوغ ماهر. خلفي راوغ، ثلاث لاعبين يكثر من المراوغات. احنا شفنا الكثرة تغلب الإرادة في اللقطة الماضية. كان تكتل دفاعي من جانب عناصر سريع غليزان عمراني. كرة طويلة ناحية الأمام، شوف هنا وجدت صعوبة كبيرة اللاعب بوزيد بلال في ترويض هذه الكرة، والحكم السيد فاروق ميال يقول مخالفة لصالح ترجي مستغانم. خلفي اللاعب يمرر الكرة، ممتازة هذه الكرة من خلفي ناحية زروال تهيئة الكرة خطيرة. كترجي مستغانم من يعدل النتيجة عن طريق بمغيت في الدقيقة 24 بعد جملة تكتيكية، جملة فنية ملعوبة بشكل جيد. خلفي زروال وبنغيت، كورتو تجارب العمود الأيسر للحارس زيدي. كلما تكون الكرة عند خلفي لو يكون الخطر في دفاع سريع غليزان. طبعا هذا الحال هو ولو انه مهاجم جانبي، ولكن بعض الاحيان يرجع الى يقوم بدور وسط ميدان في تنشيط اللعب، ولكن بعض الاحيان عنده نوع من الانانيه، يحكم الكره كثير. شفنا الان لما اعطى الكره مليحه للمهاجمين، جاب يعني لقطه خطيره وين تقريبا كان يتسجل اثر الهدف. اذا بهذه الطريقه ممكن جدا الترجي يرجع الى المقابله. هي ثلاث فرص ضائعة إلى غاية الآن لصالح ترجي مستغانم الذي يبحث عن تعديل النتيجة في هذه اللحظات، ودفاع مستميت من جانب سريع غليزان. الحكم قريب من اللقطة ما يقول ولا شيء، وكرة دائما يبقى عايش ساقط فوق أرضية الميدان. كرة طويلة، دائما البحث عن سيماني أو دراغ في الرواق الأيمن. دراغ الآن سيماني يتفوق عليها بن طالب. كرة لصالح بن زازا في وسط الميدان، ينطلق من هناك هي الكرة، لكن لا يتفوق عيش ربح المدافع المحوري 26 سنة ويعد هداف فريق سريع غليزان الذي سجل 4 أهداف منذ انطلاق الموسم في 4 مباريات، أي بمعدل هدف في كل مباراة سجل منها المدافع عايش هدفان. وهاشم ودراج كل واحد منهما هدف. كرة مستغانمية، خلفي يراوغ بطريقة ممتازة، ينطلق من الوسط يبقى محافظ على كورتو، والحكم ما يقول ولا شيء أو يقول مخالفة لصالح سريع ترجي مستغانم. شوف هنا ها هي الإعادة والمخالفة بعد عرقلة من قوميدي. إلى غاية الآن خلفي هو أنشط عنصر في فريق ترجي مستغانم، ولكن بعض الأحيان فيه تضييع للوقت، فيه تضييع للفرص، وفيه تضييع كذلك لحتى الطاقة. يعني بالنسبة لخلفي هو من المفروض كان هذه الحركات والمجهودات يقوم بها داخل أو بالقرب من المرمى ممكن جدا تكون فعالة وتجيب الهدف، ولكن راه يراوغ فيه من مسافات بعيدة، وبعض الأحيان الزملاء يكونوا في وضعيات جيدة ما يعطيهمش كرات اللي تكون يعني تجيب الأهداف. أنا نظن خلفي ممكن جدا يكون الورقة الرابحة لفريق يعني ترجي مستغرب، ولكن لازم عليه يغير نوعا ما طريقة لعب والحلول اللي راه يسيبها في المقابلة. وكرة من هناك تسديدة تعلو العارضة الأفقية للحارس زيدي مصطفى. كانت كرة من بن مغيت لم تشكل خطرا على مرمى الحارس زيدي.
بالكلام على المهاجم خلوفي طه، هو كان من أحسن اللاعبين الموسم الماضي في تشكيلة غالي معسكر، وهذا الموسم سجل هدف أمام شبيبة سكيكدا في المباراة الأولى عندما فاز الترجي في سكيكدا. وهل سيتمكن من التسجيل في مباراة اليوم أم هل سيكون لدفاع السريع كلام آخر؟ كل دفاع، كل فريق تلقى 3 أهداف في 4 مباريات، أي بمعدل هدف تقريبا في كل مباراة. هذا يعني أنه راح نشاهد أهداف، ربما هناك احتمال لمشاهدة أهداف أخرى في هذه المباراة. كرة لصالح ترجي مستغانم عن طريق زروال، زروال مزيان الآن، خلوفي يغير تماما الجهة من هناك ناحية شاوش، شاوش البحث عن مادوني، لكن التغطية الدفاعية حاضرة من زيدان. غوميدي، غوميدي في الوسط ينتظر المساندة، كرته سهلة مباشرة في أحضان الحارس بولع ويدات، وكرة مرة أخرى زروال يراوغ بطريقة ممتازة، كرة في العمق ناحية خلوفي، خلوفي تغطية دفاعية من زيدان محمد الأمين، والحكم يقول مخالفة لصالح أو ركنية لصالح ترجي مستغانم. راح نشاهد هنا الإعادة، شوف الكرة كانت لمست قبل هذا المدافع محمد الأمين زيدان، ركنية لصالح ترجي مستغانم في التنفيذ بن شاوش، كورتو دائرية سهلة في أحضان الحارس الزيدي. شاهدناش يعني شاهدنا الكثير من الكرات الثابتة ولكن لم نشهد استغلال الأمثل لها. الحال هذا يعني بين مزايا كرة القدم الحديثة، وين الفعالية تلعب دور كبير، ممكن جدا نقوم بحركات عديدة ولكن لما تفقدها الفعالية ما تبقاش عندها نتائجها إيجابية. على اللاعبين أن يكونوا أكثر تركيز وأكثر فعالية في الحركة تاعهم سواء كان دفاعية أو هجومية. نلعب إلى غاية الآن 30 دقيقة من زمن هذه المرحلة الأولى بين ترجي مستغانم وسريع غليزان. إلى غاية الآن يبقى الفريق الضيف سريع غليزان متفوق بنتيجة هدف دون رد كان سجله علاق إثر تنفيذه لضربة جزاء. شوف بالرغم من أنه فريقه متفوق بنتيجة هدف دون رد إلا أنه المدرب شريف حجار غير راضي عن أداء لاعبيه. شريف حجار المدرب السابق لجمعية عين مليلة وشبيبة الثورة وكذا شباب عين تيموشنت، هو يعرف أن نتيجة هدف مقابل صفر غير مطمئنة وهي نتيجة مفخخة، خاصة وأنه تبقى أكثر من ساعة من اللعب. كرة لصالح سريع غليزان، سيماني يمرر كرة ممتازة من هناك، خطيرة هذه الكرة، خطيرة دائما يبقى السريع محافظ على كورتو، لكن تسديدة لم تشكل خطرا. شوف كانت المراوغة بالكيفية اللازمة من المنور عبد الملك إلا أنه تردد في منطقة العمليات، كان فيه يعني تردد وكان نوعا ما فيه أنانية في الحركة تاعه، كان من المفروض يمكن يمد الكرة للاعب آخر. إذن دائما تبقى النتيجة على حالها، هدف دون رد ومدى هناك مخالفة يشير إليها الحكم الرئيسي السيد فاروق ميال أو تماس. فاروق ميال 42 سنة حكم فيدرالي منذ 2010، أدار هذا الموسم مباراتين وهذه المباراة الثالثة التي يديرها في هذا الموسم. الحكم فاروق ميال سريع غليزان لم يفز ولم يعد بأي نقطة
من خارج الديار بعد خرجتين. الأولى كانت أمام شبيبة بجاية حيث انهزم فيها بنتيجة هدف دون رد، والخرجة الثانية كانت أمام شبيبة سكيكدا وانهزم فيها بنفس النتيجة. خارج الديار دائما ما ينهزم سريع غليزان بنتيجة هدف دون رد، لكن اليوم العكس، اليوم فريق سريع غليزان متفوق بهذه النتيجة هدف دون رد. هل وجد المدرب شريف حجار الوصفة المناسبة لكي يعود الفريق بالنتائج الإيجابية من خارج الديار؟ كرة طويلة لصالح ترجي، مستغنم عن طريق نايل، نايل يبقى محافظ على كرته، يراوغ التوزيعة ممتازة من هناك، ماذا يضيع؟ ماذا يضيع مادوني أو بن مغيت بعد كرة ومحاولة ممتازة في الجهة اليسرى؟ ها هي الإعادة، شوف المراوغة، بن مغيت خرج كان وحده، ما ضربش الكرة بالكيفية اللازمة. يعني دائما يعني نتكلم على بعض اللاعبين يكونوا نوعا ما بعاد، ما يكونوش في الحركه الجماعيه، لهذا يفقدوا ذاك التركيز وذاك الانتباه. وكره من هناك، ما فيش وضعيه تسلم، فيش وضعيه ربما ثاني 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 لصالح سريع غليزان. سريع غليزان يتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق المنور عبد الملك. المنور عبد الملك يتمكن من تسجيل الهدف الثاني إثر هفوة دفاعية في صفوف ترجي مستغنم، يتمكن على إثرها المهاجم الساب الشاب صاحب 21 سنة من تسجيل الإصابة الثانية في الدقيقة 34. المنور يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، وفرحة كبيرة وسط أنصار سريع غليزان الذين تنقلوا إلى ملعب محمد بن سعيد. شوف هنا، شوف الانطلاقة بكل ثقة، راوغ الحارس بولعويدات وتمكن من وضع الكرة في شباك ترجي مستغانم، معلنا بذلك عن الهدف الثاني لصالح تشكيلة سريع غليزان. سريع غليزان هدفان، ترجي مستغانم صفر بعد مرور 35 دقيقة. وهدف جميل، يعني نهاية الحركة الجماعية كانت يعني بسرعة، تمت بسرعة، والخطأ اللي ارتكبوه يعني الفريق ترجي مستغانم هو الاهتمام أكثر بالكرة وترك لاعبين في الهجوم بدون مراقبة، وهذا شيء يعني خطأ كبير ارتكبوه المدافعين أو اللاعبين بصفة عامة، من خلاه لاعبين أو أكثر بدون مراقبة، وقدر اللاعب المنور رقم 21 بس يسجل الهدف بطريقة جميلة. وهذا ما نبحتوا عليه في المقابلة تاعنا، يعني في سواء كان في البطولة القسم الأول أو الثاني، حركات جميلة، لعب جميل، حركات جماعية سواء كان في الهجوم أو في الدفاع. أنا نشوف اللي فريق غليزان راه يعرف يسير المقابلة بذكاء وبعقلانية، راه يدافع بطريقة جيدة ويرجع إلى الوراء ويغلق المنافذ للفريق تاع ترجي مستغانم، رغم أن نقول بأن فريق ترجي مستغانم يقدر يرجع في المقابلة نظرا لفعالية المهاجمين تاعو، لكن يجب أن يكون هناك تريث، يجب أن يكون هناك تحكم في الأعصاب، يجب أن يكون هناك أكثر فعالية في اللعب الهجومي اللي فقدته الفريق ترجي مستغانم. تبقى تفصلنا حوالي 9 دقائق على نهاية هذه المرحلة الثانية. كريم صولة مدرب حراس ترجي مستغانم، واقعية كبيرة اليوم من سريع غليزان في هذه المباراة، وهو كذلك نحن نلعب المرحلة الأولى 36 دقيقة من زمن هذا الشوط الأول. كرة لصالح ترجي مستغرب، سيناريو غير منتظر بالنسبة لأشبال المدرب مختار عساس. ترجي مستغانم كان فاز في 3 مباريات الماضية، تمكن من العودة ب6 نقاط من خارج الديار إثر خرجتين. هذه هي مباراة الديربي يا طه، لا تعترف لا بداخل الديار ولا خارج الديار. وهو كذلك سيف الدين، ولكن يبقى دائما سيناريو غير منتظر بالنسبة لأنصار ترجي مستغنم. كرة طويلة من علاق ناحية دراك يحاول المرور عن طريق المراوغة، والحكم يقول
خطأ لصالح دفاع ترجي مستغانم. سريع غليزان إلى غاية الآن يحقق الأهم بتسجيله لهدفين من علاق والمنور. المنور هذا اللاعب الشاب الذي رقي إلى صنف الأكابر في هذا الموسم يتمكن من تسجيل أول أهدافه بقميص سريع غيزان، والانطلاقة من هناك في الرواق الأيمن. الكرة لم تتجاوز المستطيل الأخضر، تبقى دائما في الوسط، أخذ ورد بين عناصر الفريقين. بن شاوش يتفوق محمد زيدان والحكم قريب من اللقطة ويقول مخالفة لصالح ترجي مستغانم بعد عرقلة نايل أو بن زازا. بن زازا من مواليد 8 أفريل 1997، 21 سنة، هو الآخر لاعب شاب في صفوف ترجي مستغانم، كسب ثقة المدرب مختار عساس، يعد قطعة أساسية في تشكيلة المدرب مختار عساس. الشيء الجميل في تشكيلة أو في فريق ترجي مستغانم هو أنه يلعب ب15 لاعبا من أبناء المدينة، يعني لم يستخدم سوى 4 لاعبين أو 5، الكل من مستغانم. وهي سياسة جديدة هذا الموسم انتهجتها إدارة ترجي مستغانم بعد صعودها من قسم الهواة، هو العائد إلى حظيرة الرابطة المحترفة الثانية. فريق ترجي مستغانم يعني عدد كبير من أبناء المدينة الوحيدة ينشطون في صفوف هذا النادي. هي سياسة تعتمد عليها الإدارة الحالية. سريع غليزان آخر موسم له في القسم الأول كان في موسم 1998 1999، وكرة أخرى لصالح سريع غليزان عن طريق المنور. منور يراوغ بطريقة ممتازة، يبقى دائما محافظ على كورته، لكن تعود مرة أخرى، تعود الكرة لناحية منور ويستفيد من مخالفة هذا المهاجم المنور. شوف هنا يملك إمكانات ومؤهلات فنية كبيرة أمام مدافعين، يتمكن من المراوغة والاستفادة من خطأ. قلت ترجي مستغانم آخر موسم له في حظيرة الرابطة المحترفة الأولى كان سنة 1999، وهو الموسم الذي توجت فيه مولودية الجزائر باللقب بملعب أحمد زبانة أمام شبيبة القبائل. فرحة كبيرة أما من أنصار سريع غليزان الذين تنقلوا اليوم إلى ملعب محمد بن سعيد. ركنية أخرى أو مخالفة لصالح سريع غليزان. الحكم السيد فاروق ميال يطلب باحترام المسافة القانونية. من وراء الكرة دراج. دراج عودة كلية لعناصر ترجي مستغانم وصعود أصحاب القامات العالية منهم زيدان وعايش زيدان، والكرة جنبت العمود الأيمن. محاولة ممتازة لصالح سريع غليزان لهذا اللاعب فيصل مونجي. سريع ربما يريد قتل المباراة وهو أمر مشروع بالنسبة لفريق سريع غليزان، الفريق الضيف الذي يلعب وعنده الفعالية اليوم في الهجوم. ترجي مستغانم التوزيعة ممتازة من هناك، تبقى دائما الكرة في منطقة العمليات عن طريق بن مغيث، لكن التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق شرفاوي ويبعد الكرة مباشرة ناحية الأمام، أين يستفيد دفاع ترجي مستغانم من خطأ. نلعب إلى غاية الآن 42 دقيقة من زمن هذه المرحلة الأولى، تبقى دائما الكرة لصالح سريع غليزان عن طريق بن شاوش. بن شاوش طلب الكرة زروال، بن شاوش مضطر للعودة إلى الخلف أين يتواجد بن طالب. بن طالب الآن بن شاوش مرة ثانية، شوف حامل الكرة يجد صعوبة في تمرير الكرة إلى أحد الزملاء.
تبقى دائما الكرة ناحية منصور الآن من عمراني، عمراني شاوش، شاوش توزيعة وزيدان محمد الأمين يبعد الكرة. الكرة تجاوزت المستطيل الأخضر. شوف في هذه اللحظات فريق ترجي مستغانم يبحث على الأقل عن تقليص النتيجة قبل الالتحاق بغرف تغيير الملابس، وتشكيلة المدرب شريف حجار تريد الحفاظ على هذه النتيجة. هل سيكون هناك تغيير؟ هل سيطرأ تغيير على هذه النتيجة في هذه اللحظات المتبقية في هذه الدقيقتين الأخيرتين من زمن هذه المرحلة الأولى؟ توزيع ممتازة، محاولة ممتازة من زروال كاد أن يباغت على إثرها الحارس زيدي الذي أنقذ فريقه من محاولات خطيرة خصوصا مع بداية المرحلة الأولى. ودقيقتان كوقت بدل ضائع ستضاف في هذه المرحلة الأولى، ويشير إليهما الحكم الرابع السيد طيب بودربال. طه، إذا ما قارنا يعني بين أسماء التي تملكها يملكها سريع غليزان والأسماء التي يملكها ترجي مستغانم، سنجد أن سريع غليزان يعني لاعبيه أكثر خبرة وأكثر تجربة من لاعبي ترجي. إذا ما رأينا دراج، علاق، زايدي، محمد أمين، زيدان، يعني هم أكثر خبرة من لاعبي ترجي مستغانم الذي يملك تشكيلة شابة ما عدا بعد العنصرين أو ثلاثة يعني ربما اللي لعبوا في الدرجة الأولى. إذا وهو نحن نتحدث بالمنطق، نتحدث بالواقعية الكروية، كرة لصالح الترجي. لغاية الآن المدرب شريف حجار عرف كيف يستثمر في خبرة لاعبيه وعرف كيف يتفوق إلى غاية الآن في هذه المرحلة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف. نلعب اللحظات الأخيرة من زمن هذه المرحلة الأولى. كرة لصالح سريع غليزان في الوسط. فؤاد علاق يغير تماما الجهة ناحية شرفاوي، شرفاوي كرته طويلة، البحث عن دراج أو منور. شوش، شوش الآن بن طالب، بن طالب يهيئ كرة ممتازة من هناك ناحية خلوفي، خلوفي سريع، هل سيتمكن من التوزيع؟ ممتازة، والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل في آخر لحظة ويبعد الكرة. تبقى دائما لصالح ترجي مستغانم. أخذ ورد، ماذا يقول الحكم؟ يقول ركنية لصالح ترجي مستغانم. نلعب اللحظات الأخيرة من زمن هذه المرحلة الأولى. ركنية ربما راح تكون آخر محاولة لصالح ترجي مستغانم. خلوفي، خلوفي، تسديدة أرضية، والهدف، الهدف الأول لصالح ترجي مستغانم. ترجي مستغانم يتمكن من تقليص النتيجة، الترجي يتمكن من تقليص النتيجة بعد كرة ميتة، بعد كرة ميتة من منصور المدافع، منصور الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح سريع غليزان في اللحظات، في الوقت بدل الضائع، في الوقت الذي كان ينتظر فيها الجميع. صافرة الحكم السيد فاروق ميال منصور، يباغت الجميع ويتمكن من تسجيل الهدف الأول وتقليص النتيجة لصالح ترجي مستغانم. ربما هذا الهدف سيكون له وقع إيجابي على نفسية أشبال المدرب مختار عساس. وفي هذه اللحظات المدرب، في هذه اللحظات الحكم السيد فاروق ميال يعلن على نهاية هذه المرحلة الأولى بتفوق الفريق الضيف سريع غليزان بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام أصحاب ديار فريق ترجي مستغانم. يعني ما يكون في إضافة أهداف من الجانب سريع غليزان أو حتى من جانب ترجي مستغانم. إذا في هذه الأثناء تنطلق المرحلة الثانية بين ترجي مستغانم وسريع غليزان. شوط أول انتهى لصالح الفريق الضيف سريع غليزان بنتيجة
هدفين مقابل هدف. نذكر لمن التحق بنا في هذه الاونه ولمن فاته الوصف انه الفريق الضيف سريع غليزان كانت خلفي التشكيله الاتيه في حراسه المرمى: زيدي مصطفى في الدفاع، بوزيد شرفاوي، زيدان عايش يشكلان محور الدفاع، في الوسط قوميدي علاق ومونجي، وفي الامام المنور وسيماني في الرواقين ودراج كقلب هجوم. اما بالنسبه لتشكيله الفريق المستضيف فريق ترجي مستغانم فيدخل اليوم فتخل اليوم بالتركيبه البشريه الاتيه: في حراسه المرمى بولعويدات فرلو مكان الحارس الاساسي بالعربي عبد الله، في الدفاع زروال منصور عمراني نايل، في الوسط بن طالب بن شاوش و بن زازا، وفي الامام خلوفي وبنغيت على الجناحين، ومادوني كقلب هجوم. ومحاوله خطيره لصالح الترجي، تبقى دائما الكره في منطقه العمليات، والحكم السيد فاروق ميال يقول مخالفه لصالح دفاع سريع غليزان، مخالفه لصالح دفاع سريع غليزان. ها هي الاعاده، ربما سنشهد نفس سيناريو بداية الشوط الأول، ضغط من ترجي مستغانم ودفاع مستميت من سارع غليز، ولكن نود أن نشاهد أهداف أخرى. قلت قبل لحظات بأنه نحن اليوم محظوظون بمشاهدة ثلاثة أهداف في هذا الدربي، في هذا العرس الكروي بين الفريقين الجارين ترجي مستغانم وسريع غليزان. كرة لصالح الترجي عن طريق خلوفي، كرة ممتازة من هناك ناحية زروال ممتازه، تبقى دائما الكرة لم تتجاوز المستطيل الأخضر لصالح ترجي مستغانم. توزيعة مرة أخرى، مادوني في المتابعة لكن يتفوق عليه زيدان، زيدان كرة مرة أخرى لصالح خلوفي، واستماتة دفاعية من جانب عناصر سريع غليزان. كرة لصالح السريع أو الترجي، 55 لصالح سريع غليزان، سريع الذي يحتل المرتبة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما ترجي مستغانم يحتل المرتبة الثانية برصيد 9 نقاط بعد المتصدر فريق جمعية شلف الذي يحتل الصدارة برصيد 10 نقاط. كرة طويلة في الدائرة المركزية، أخذ ورد في وسط الميدان، نلعب 3 دقائق الأولى من زمن هذه المرحلة الثانية. فريق ترجي مستغانم يبحث عن تعديل النتيجة، وسريع غليزان يبحث عن الهدف الثالث. لمن ستكون له الكلمة في نهاية هذا الحوار الكروي؟ محمد الأمين زيدان، كرته طويلة، البحث عن غوميدي، لكن الدفاع يتدخل، والحكم السيد فاروق ميال يقول مخالفة لصالح دفاع ترجي مستغانم. ماذا هناك؟ الحكم يقول يجب أن تبقى دائما الروح الرياضية في فوق أرضية الميدان مثلما شاهدناها في بداية المباراة وإلى غاية الآن، خصوصا في المدرجات بين أنصار الفريقين، أنصار السريع والترجي. أجواء استثنائية حماسية رائعة نعيشها هنا بملعب محمد السعيد. مادوني، مادوني غير تماما الجهة، لكن عودة دراج، مادوني تعود له الكرة مرة ثانية. شوف هنا تبقى الكرة ناحية شاوش، كرة ممتازة هذه الكرة، ممتازة هذه الكرة، والحارس زيدي في المكان المناسب، 33 سنة الحارس زيدي، خبرة كبيرة. شوف هنا الوان تو، خذ والهات، و تسديدة، تسديدة نايل كان لها الحارس زيدي بالمرصاد. هي التسديدة الأخيرة كانت نوعا ما ما كانش في مصوبة بطريقة جيدة، كان ممكن تكون لدى في اتجاه الزميل، كانت ممكن تجيب هدف، ولكن دائما نرجع الى تركيز اللاعبين، تسرع نوعا ما ليخلي اللاعبين يرتكبوا اخطاء فنيه مثل هذه. ولكن نشوف اللي ترجي مستغانم يكثر من المحاوله تاعه اللي راهي يعني ايجابيه، ولكن
لازم يكون فيه طري وتكون فيه نوعا ما فعاليه في اللعب. الى غايه الان بعد مرور 50 دقيقه ترجي مستغانم يواصل بنفس المنوال، دائما يضغط على الفريق المنافس من اجل العوده في النتيجه بعد ان تمكن فريق ترجي مستغانم من تقليص النتيجه في الوقت بدل ضائع من زمن المرحلة الأولى عن طريق اللاعب منصور، بينما سريع غليزان يبقى دائما ينتظر المنافس ويعتمد على لاعبيه من أصحاب الخبرة والتجربة دراغ مونجي وفؤاد علاق. هل ستتفوق اليوم التجربة والخبرة أم هل ستتفوق الإرادة؟ التجربة والخبرة من جانب سريع غليزان والإرادة القوية فوق أرضية الميدان من جانب لاعبي ترجي مستغانم. بوزيد كورتو طويلة ناحية المنور، توزيعة كادت تباغت الحارس، توزيعة المنور كادت أن تباغت الحارس بولعويدات أو سيماني صاحب آخر محاولة. شوف هنا كرة سيماني أبعدها الحارس بولعويدات فورلو إلى الركنية، ركنية لصالح سريع غليزان. من وراء الكرة دراغ محمد 33 سنة، دراغ في تنفيذ هذه الركنية، كرته دائرية والدفاع يبعد الخطر مباشرة ناحية الأمام وإلى التماس. فريق سريع غليزان يريد مواصلة النتائج الإيجابية خاصة بتفوقه في الجولة الماضية على اتحاد الحراش بنتيجة هدف دون رد. اتحاد الحراش المنهزم لغاية هذه اللحظة أمام وداد تلمسان بملعبه. وداد تلمسان لغاية هذه اللحظة هو المتصدر الترتيب مؤقتا. والوداد متفوق إلى غاية الآن بنتيجة هدف مقابل. والنتيجة الحالية هنا بملعب محمد السعيد، هدفان مقابل هدف لصالح الفريق الضيف سريع غليزان أمام صاحب الأرض ترجي مستغانم. شاوش بن طالب الآن كرة من هناك ناحية بن مغيث، بن مغيث يغير تماما الجهة، لا تعود الكرة في الوسط. بن طالب مرة ثانية، تغطية دفاعية حاضرة عن طريق فؤاد علاق يبعد الخطر، تعود الكرة ناحية المسجل، هدف الوحيد لصالح ترجي مستغانم. منصور مراوغة ممتازة من بن طالب، بن طالب يراوغ من هناك يمرر ناحية خلوفي يتقدم خلوفي لكن أكثر من المراوغات المهاجم خلوفي، لكن تبقى دائما الكرة لصالح ترجي مستغانم. شوف هنا تغطية دفاعية حاضرة من جانب فؤاد علاق، مسجل الهدف الأول في هذه المباراة لصالح سريع غليزان، وخمسة أمتار وخمسين لصالح السريع بعد مرور 54 دقيقة من زمن هذه المرحلة الثانية والمباراة. نشوفوا نفس السيناريو للشوط الثاني، بالنسبة للشوط الثاني رجوع الوراء من طرف سريع غليزان، التريد والذهاب إلى الأمام عن طريق الهجمات المرتدة، وكذلك بالنسبة لترجي مستغانم مازال أكثر يعني نقص الفعالية واللعب، يعني اللي رانا نشوف بعض الحين حتى المهاجمين يرجعوا إلى الوراء لطلب الكرة، وهذا شيء غير ما يكونش في فائدة في خدمة الفريق تاع ترجي مستغانم، لأن لازم يكون فيه كما تكلمت صانع لاعب حقيقي اللي مازال ما شفناهش اليوم في هذا الشوط الثاني. إذا المقابلة تأخذ نفس المسار تاع الشوط الأول، ولكن من الأكيد أن يكون هناك أهداف أخرى ونتائج أخرى إن شاء الله. ومع هذه الحملات الهجومية الخطأ يكلف الهدف. شوف هنا كان طلب الكرة اللاعب نايل في الرواق الأيسر،
لكن يبقى دائما فريق ترجي مستغانم يعتمد في حملاته الهجومية على الرواق الأيمن الذي يتواجد فيه كل من زروال وخلوفي. كرة مرة أخرى لصالح ترجي مستغانم، كرة ممتازة من هناك، لكن التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق محمد الأمين زيدان. بالمغيت ركنية لصالح الترجي دائما في التنفيذ صاحب الاختصاص. بن طالب تهيئة الكرة والتسديدة من خلوفي تصطدم بالدفاع. شرفاوي يمرر من هناك ناحية المنور، المنور خطير لما يأتي من بعيد، يطلب الكرة في عمق دراج، ولكن كرة سهلة للحارس بولعويدات فورلو. بن شاوش، بن شاوش الآن كرة ممتازة من هناك ناحية نايل. نايل ماذا يقول الحكم؟ يقول مخالفة بعد عرقلة نايل محمد ندير، بعد عرقلة نايل محمد ندير مخالفة لصالح ترجي مستغانم. دائما يبقى سريع غليزان يتحمل عبء المباراة إلى غاية الآن. فريق يهاجم وفريق يدافع ويعتمد على الهجمات المرتدة. من ضمن هذه خطة منتهجة من طرف المدرب لحد الآن، تأكدت الأمور لأن شافوا بأن اللاعبين ما همش قادرين ينشطوا اللعب من بداية إلى نهاية المقابلة، لهذا حاولوا رمي، حاولوا باش يدافعوا جماعيا، يتقاسموا المجهودات ويغلقوا كل المنافذ بالنسبة للترجي المستغرب. ولكن كل شيء ممكن لحد الآن، الترجي المستغرب عندها إمكانية التسجيل، ولكن لازم لها نوعا ما التحكم في الأعصاب وتسجيل مقابلة يعني بطريقة أحسن من الناحية النفسية. إذن كرة صالح ترجي مستغانم في التنفيذ. بن طالب الأخضر، بن طالب كورته دائرية تصطدم في زميله. كرة بن طالب اصطدمت بأحد رفقائه، ولكن دائما تبقى الكرة لصالح ترجي مستغانم. كرة طويلة ممتازة، ممتازة خطيرة، والحارس، الحارس زايدي اليوم يعتبر الورقة الرابحة في تشكيلة المدرب شريف حجار، أنقذ فريقه من عدة أهداف محققة. الحارس الزايدي ها هي الإعادة. شوف هنا كرة بن مغيت والحارس الزايدي في المكان المناسب ينقذ فريقه من هدف محقق. طبعا ها كانت يعني حركة هجومية جميلة، وين وصلوا إلى أمام المرمى، أمام حتى حارس المرمى، ولكن نعاود نرجع ونقول بأن دائما رؤية اللاعبين في الهجوم رؤية ضيقة جدا، دائما محاولات يعني فردية. من الممكن كان لأن الحارس زايدي عنده خبرة كبيرة وعرف كيف يغلق المرمى تاعه، كان من الممكن يحاول يراوغ أو يعطي كرة في وسط منطقة الجزاء، ممكن جدا كان يجي الهدف الثاني. ولكن الحركات أو الهجومات هذه قادرة إذا كان كثرت يقدروا اللاعبين تاع سريع غليزان يرتكبوا الأخطاء ويتسجل عليهم أهداف أخرى. أنا من المفروض على سريع غليزان باش دائما يعرفوا كيف يسيروا المقابلات، يعني الشده الكبيره والحماس الكبير ممكن جدا يتسجل عليهم اهداف سواء كان عند ضربه جزاء او ركنيات. لهذا لازم الخروج كما يقول المثل المعروف، احسن دفاع هو الهجوم. لما تهاجم دائما تخلي الخصم يفكر في كيفيه التصدي للهجومات تاعك وما يفكرش في الهجوم. اما في هذه الطريقه فترجي مستغانم ما راهش يفكر في الدفاع، يفكر اكثر في الهجوم ويفكر اكثر حلول لايجاد المناسبه، الفرصه المواتيه لتسجيل الهدف الثاني. اذا نلعب 59 دقيقه من زمن هذه المرحله الثانيه، والمباراه دائما سريع غليزان متفوق بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام الفريق المستضيف ترجي مستغانم. وأهازيج أنصار ترجي مستغانم لا زالت متواصلة. هذا بطبيعة الحال الأنصار يتفاعلون مع كل الهجمات واللقطات، خاصة وأنه ترجي مستغانم يضغط في هذه المرحلة الثانية. كرة لصالح الترجي مباشرة ناحية مادوني يتفوق عليه علاق. شوف هنا أخذ ورد في وسط الميدان، الكرة تعود لصالح سريع غليزان عن طريق شرفاوي.
صرفاوي يمرر ناحيه المنور، المنور يبقى محافظ على كرته، سريع هذا اللاعب لكن في الجهه المقابله هناك زروال مزيان. ونايل يبقى لاعب ترجي مستغانم، نايل يبقى يعاني من اصابه خارج ارضيه الميدان. اذا ترجي مستغانم تلعب بعشرة لاعبين الى غايه الان. نتمنى السلامات للمدافع الايسر نايل محمد ندير، المدافع الايسر لترجي مستغانم. كما يقول ولا شيء في اللقطة الماضية، كرة غليزانية طويلة مباشرة ناحية الحارس بولعويدات عمراني بنشاوش يبقى دائما حافظ على كرته الوانتو، بنشاوش لبى الكرة بن مغيث، بنشاوش مرة ثانية لكن تغطية دفاعية من جانب فيصل مونجي. دائما يبقى فريق سريع غليزان أو ترجي مستغانم يبادر في الحملات الهجومية، وسريع غليزان يبقى دائما يلعب في الخلف. كرة في منطقة العملية، تبقى دائما الكرة لاحية ممتازة، تسديدة لم تجد أحدا في الاستقبال، وقلب هجوم لاعب سريع غليزان لم تجد أحدا في الاستقبال. ها هي الإعادة، شوف هنا التسديدة من خلوفي لم تجد احدا في الاستقبال. هي يعني كانت تسديده اكثر منها يعني تمريره، لهذا كانت يعني خارج عن النطاق، ولكن كان من المفروض اللاعب هذا يا اما يدخل بالكره او يعطي الكره في الرجل بالنسبه للزميل تاعه، وهذا داخل في تسرع تاع اللاعبين. اليوم نعرف بان كره القدم ماهيش غير لعب الكره، ولكن لازم يكون في تحكم في الاعصاب والتركيز وعدم النرفزه ومسايره المقابله بعقلانيه وبمنطق. 62 دقيقه ماهيش، مازال الوقت تقريبا نصف ساعة من اللعب، لازم على هذا الفريق ما يتسرعش. احنا ممكن جدا نقولوا بان اللاعبين تاع ترجي مستغانم راهم يقوموا بمقابله يعني جميله، كاين ريتم مليح مقبول، ولكن فيما يخص الفاعليه فهذا هو النقطه السوداء في ترجي مستغانم. نعم سيف الدين. نعم، خرج منذ لحظات مهاجم سريع غليزان المهاجم سماني متاثرا باصابه، ودخل مكانه المهاجم فوزي رحان. اذا هو منصب بمنصب، وكان تغيير اضطراري من جانب المدرب شريف حجر. شهدوا توتر للاعصاب في هذه اللحظات. نلعب 63 دقيقة، شاهدنا روح رياضية كبيرة فوق أرضية الميدان وكذا في المدرجات. دائما النتيجة على حالها، هدفان مقابل هدف لصالح الضيف. سريع غليزان، كرة طويلة لصالح الترجي، تسديدة والحارس زايدي في المكان المناسب بعد تسديدة خلوفي. تبقى دائما الكرة في منطقة العمليات، والدفاع عن طريق عيش. شوف هنا تسديدة قوية مباغتة والحارس زايدي في المكان المناسب. يعني بكل صراحة الفريق تاع ترجي مستغانم يقوم بمبادرات يعني جيدة، ولكن دائما نقول نقص الفاعلية اللي يخلي النتيجة ما زال ما تحسنتش، ولكن لازم يزيد أكثر. نشوف قطفة جميلة يعني في الإطار، ولكن لازم يصيبوا حلول أخرى، لأن اللعب الطويل اللعب العالي في صالح المدافعين تاع سريع غليزان. ممكن لعب يعني صغير عن طريق الخدوهات وعن طريق التمريرات القصيرة يجيب نتيجة بالنسبة للفريق تاع ترجي مستغانم. دائما تبقى الكرة لصالح ترجي مستغانم. السؤال المحير خاصة ربما لأنصار سريع غليزان، هل سيتحمل سريع غليزان عبء المباراة؟ هل سيتمكن أشبال المدرب شريف حجار من مسيرة المباراة، خاصة وأنه نلعب في حرارة، خاصة وأنه مازال بقي 25 دقيقة من زمن هذه المرحلة الثانية، وكرة من هناك ووضعية تسلل على دراج
يعلنها أو يشير إليها الحكم المساعد الأول السيد عمار صلواجي. بن طالب يغير تماما الجهة، الكرة لم تتجاوز المستطيل الأخضر. خلفي الآن يطلب المساندة، كرة في العمق والانطلاقة تسديدة من هناك، تبقى دائما الكرة لصالح ترجي مستغانم، مراوغة ممتازة من هناك، ولكن الحكم هنا يشهر بطاقة. هنا يقول فيه هناك عملية تمويه من بن زازة ويشهر بطاقة الصفراء. يقول راح نشاهد هنا بالعرض البطيء. يعني حقيقة لما اللاعب يفقد يعني الحلول الحقيقية والصحيحة يلجأ إلى بعض الأمور اللي هي غير رياضية. نظن هنا تصرف يجعل من الأنصاري في نرفزة، ممكن جدا كان يراوغ يداعب الكرة ويحاول إيجاد حلول أخرى أكثر عقلانية، وكان بإمكانه المواصلة بطبيعة الحال. هنا الحكم كان موفق وهذا هو يعني القرار صائب، ونتمنى ان شاء الله ما نسيبوش هذه الامور يعني تاع الحيله يعني لخداع يعني الحكم او الجمهور. نبقى في المقابله لحد الان كما قلت لك بان هل ترى سؤال مطروح، هل سريع غليزان سيتحمل عبء المقابله؟ الهجومات الكثيره سوف يؤديه باش يرتكب اخطاء، لازم يخرج من المنطقه ويلعب ويحاول باش يضيف اهداف اخرى، وهذا هو الحل الوحيد لي باش يبقى الفائز بالمقابله او يرجع بنقاط المقابله الى الديار. اذا 66 دقيقه من زمن هذه المرحله الثانيه والمباراه، شهدنا اخر محاوله لترجي مستغانم عن طريق اللاعب الشاب بن زازة ابراهيم 21 سنه. تبقى دائما الكره مستغانميه، توزيعه ممتازه من هناك، والدفاع مستميت لغايه الان من جانب عناصر سريع غليزان. تعود الكره وبن زازة الان، الحكم يقول ولا شيء في اللقطه الماضيه. سريع غليزان راح سيحدث تغييره الثاني، هذه المرة سيدخل لاعب وسط الميدان عنان ويخرج فؤاد علاق مسجل الهدف. ربما شريف حجار يريد أن يعطي أكثر نشاط وأكثر حيوية لوسط الميدان، وهو تغيير منصب بمنصب جمال بن شدلي. طبعا الحال هو يحاول يحافظ على نفس يعني التوازن تاع الفريق، ما يرجعش تماما الى الوراء ويبقى دائما لاعبين يعني ممتازين في وسط الميدان. وحتى رحال يعني إقحام رحال اللي هو مهاجم يعني سريع، وهنا النوايا تاع الطاقم الفني تاع سريع غليزان هو الابقاء على استراتيجيه وطريقه اللعب، الى ممكن جدا في وقت من الاوقات يبدل يغير في الطريقه. والكره توزيعه من هناك، والمنور يبعد الكره مثل ما جاءت مباشره ناحيه الامام، كره تروح مباشره الى الحارس بولعويدات. عمراني بوزيد، شوف اخذ ورد في وسط الميدان. ولكن الى غايه الان المدرب في الجهه المقابله، المدرب مختار عساس، لم يقم باي تغيير الى غايه الان. ونحن نلعب الدقيقه 68، توزيعه ممتازه من نايل والحارس، كانت توزيعة ممتازة من نايل والحارس زيدي في المكان المناسب. لو نشاهد اللقطة من زاوية أخرى، كانت هناك بعض الاحتجاجات، كانت هناك مطالبة بضربة جزاء حتى نتأكد منها. هنا ها هي الإعادة، توزيعة من نايل. ايه لمس اللاعب يعني كان هناك احتكاك بين زيدان وعلى ما اعتقد مادوني. كرة طويلة البحث عن بن مغيث، بوزيد في التغطية، كرة لم تتجاوز المستطيل الأخضر، ينطلق بن مغيث يهيئ الكرة ممتازة، والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل عن طريق عيش يبعد الكرة والانطلاقة من هناك.
مباشرة ناحية الحارس بولع ويدات. بن طالب الأخضر بن طالب من وسط الميدان يأتي له نايل. نايل الكرة لم تتجاوز يتفوق عليها بوزيد. بوزيد الآن الكرة تجاوزت الخط وتماس لصالح سريع غليزان. السريع يبحث عن تسجيل الهدف الثالث والقاتل وفريق ترجي مستغانم يبحث عن تعديل النتيجة. دائما سريع غليزان يواصل بنفس الخطة. بنشاوش منور الآن تبقى تفصيلنا حوالي 20 دقيقة على نهاية هذه المرحلة الثانية. نايل يستفيد من ركنية لصالح ترجي مستغانم الذي يبحث ويريد الضغط في هذه اللحظات بما أنه فريق سريع غليزان متراجع كليا إلى الخلف. مباراة تجرى تحت أنظار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم السيد عبد الكريم مدوار كما كنا نشاهد في الصورة مع الزملاء التقنيين من محطة وهران. شكر موصول لكل الزملاء على هذه الصور الرائعة هذه الصور الفوقية خاصة ونحن نلعب على تحت الأضواء الكاشفة بهذا الملعب الجميل. في هذا الملعب الجميل هذا الملعب الذي أعيدت تهيئته مؤخرا كذلك يجب أن ننوه ونشكر كل عمال ملعب محمد بن سعيد على كل التسهيلات المقدمة لضمان النقل المباشر. كرة في الوسط نايل. نايل أمام رحال فوزي. هل سيقوم المدرب مختار عساس ويجري تغييرات أم تبقى الأمور على حالها؟ لغاية الآن فريقه يضغط في هذه اللحظات وإشبال المدرب شريف حجار يتحملون عبء المباراة. ما شاهدناش هجمات ومحاولات خطيرة لصالح سريع غليزان مع بداية المرحلة الثانية وإلى غاية هذه الدقيقة 73 وكرة ممتازة مباشرة في أحضان الحارس زيدي. كنت أقول جمال بن شادلي بأنه ما شاهدناش هجمات ومحاولات خطيرة من جانب سريع غليزان إلى غاية الدقيقة 73. لحد الآن هما بقوا أكثر من الشوط الأول بقوا في الدفاع لغاية الدقيقة 73 تقريبا 28 دقيقة من الشوط الثاني ما بادروش في الهجوم ما عدا بعض الهجومات المعاكسة. ممكن جدا هذه الخطة تفلح أو تجيب ثمار تاعها ولكن هي مجازفة نوعا ما لأن أنا نظن أن سريع غليزان عنده الإمكانيات باش يضيف أهداف أخرى ولما لا ولكن بالعكس سيترك مساحات في الوراء وهذا هو الشيء المتخوف منه المدرب سريع غليزان. الآن مخالفة لصالح سريع غليزان كان أشار إليها الحكم السيد فاروق ميال. بن زازا طلب الكرة في العمق نايل لكن كرة بالخطأ من هذا اللاعب بن زازا إبراهيم من مواليد 8 أفريل 1997
بنزازا 21 سنة، واحد من اللاعبين الشباب في تشكيلة المدرب مختار عساس، واحد من اللاعبين ومن أنشط اللاعبين اليوم في هذه المباراة. بولعويدات، الحارس بولعويدات كورتو مباشرة إلى التماس. طه، نعم، وكأن المدرب مختار عساس استجاب لطلبك، ها هو يحدث أول تغيير. بل لي طلب الأنصار. راح يدخل المهاجم فلاحي ويخرج وسط الميدان بن طالب، وهي ربما الورقة التي يريد اعتمادها المدرب مختار عساس لتعديل النتيجة من دون شك. إذا يريد المدرب مختار عساس يريد إعطاء نفس آخر بدخول اللاعب فلاحي، المهاجم فلاحي حاج حبيب. سيف الدين فلاحي مكان بوسط الميدان بن طالب، وسط الميدان استرجاعي بن طالب. هو يريد من هذا التغيير حسب رأيي يعني إعطاء أكثر نفس في ديناميكية وسط الميدان، لأن حقيقة النقطة السوداء هو وسط الميدان الترجي المستغانم اللي ما راهش يقوم بالدور تاعه كما ينبغي في تزويد اللاعبين في الهجوم بكرات يعني جيدة، ولهذا نظن خرج لاعب مدافع وسط ميدان دفاعي بوسط ميدان هجومي، وهذا بنية إعطاء أكثر فعالية وأكثر ديناميكية لوسط ميدان، لأن ما شفناش كرات يعني تأتي من وسط ميدان إلى المهاجمين، وهذا لهذا خلى الهجوم تاع الترجي المستغرب هجوم يعني ماهوش فعال لحد الآن. وكرة غوميدي مباشرة من هناك ناحية المنور، المنور ينطلق في الرواق الأيسر، المنور خطير لما يأتي من بعيد، المنور يبقى دائما يحافظ على كورتو، التسديدة فوق العارضة الأفقية للحارس بولعويدات بعد الانطلاقة من هذا اللاعب المنور عبد الملك 21 سنة. شوف هنا منور يراوغ المدافع الأول والتسديدة. حقيقة الشاب هذا اللي عنده خلق ثقة في النفس، يعني ثقة في النفس وعنده إمكانيات كبيرة، وهو الوحيد اللي خلق تعب بكثرة دفاع ترجي مستغانم، ولكن انا نظن بقاء المدافعين في منطقه الدفاع هو اللي خلى هذا اللاعب دائما يلقى الكرات ويلقى المساحات. نظن اذا كان صعدوا وشكلوا كتله هجوميه كبيره من وسط من دفاع وسط ميدان وهجوم، ممكن جدا يتفادوا هذا اللاعب، يتفادوا هذا المهاجمين الخطيرين، وكذلك يقدروا يسجلوا اهداف في الامام. هذا هو الاشكال تاع ترجي مستغرب. نلعب إلى غاية الآن 77 دقيقة أو 78 دقيقة من زمن هذه المرحلة الثانية، مخالفة لصالح سريع غريزان ربما مع تغييرات المدرب شريف حجار، ربما راح نشاهد سريع غريزان يلعب في الأمام بدخول كل من رحال فوزي وعنان مروان، كرة دائرية مباشرة في أحضان الحارس بولعويدات، كرة سهلة. ها هي شوف الحارس بولعويدات ينتظر المساندة، ودائما فرحة كبيرة وسط أنصار سريع غليزان الذين تنقلوا إلى ملعب محمد السعيد هنا بولاية مستغانم. هذه الولاية الرائعة والمضيافة. طه، حتى تاريخيا كلا الناديين لعبا 6 مواسم في الدرجة الأولى. سريع غريزان على ما اعتقد 7 مواسم سيف الدين بن زرده، من سنه 86 الى سنه 1990، وموسمين الاخيرين بعد صعود. اذا كره لصالح ترجي مستغانم او سريع غريزان. نحن نلعب الدقائق الاخيره المتبقيه من زمن هذه المرحله الثانيه. كانت بطاقة صفراء جمال لرحال، وصور جميلة يصنعها الأنصار على مدرجات الملعب كما نشاهدها في الصورة مع المخرج سمير حميدي.
واللاعب منور لا يزال ساقطا على ارضيه الميدان. نتمنى ان ينهض سالما معافى هذا اللاعب الشاب صاحب المؤهلات الفنيه الكبيره المنور عبد الملك، 21 سنه من مواليد 16 جانفي 1997. ربما لو نمنح الفرصه جمال بن شادلي لمثل هؤلاء لاعبين من اصحاب المؤهلات الفنيه الكبيره، ربما حتى نحفز لاعبين شباب من كل ملاعب الجمهوريه. طبيعة الحال نشوف بانه هو واحد لاعب واحد في سريع غليزان رفع من رتم المقابله في الهجوم، فما بالك لما يكونوا اثنين او ثلاثه او اكثر، فالمقابله تاعنا تزيد في الريتم تاعها والايقاع تاعها. لازم نعطي الفرصه لاكثر عدد من اللاعبين في جميع الفرق. وللاشاره فريق سريع غليزان في هذا الموسم كان رقى لاعبين اللي راهم اليوم اساسيين، بوزيد بلال والمنور عبد الملك اللي يلعبوا في الرواق الايمن. هنا الحكم بعد دخول الكرة يقول أنا صاحب القرار كما نشاهد في الصورة، ويقول كرة بين اثنين. كل روح رياضية، لاعبي سريع غليزان يتركون الكرة لترجي مستغان بما أنه هم من كانت لديهم الكرة في آخر محاولة. كرة مستغانمية، انطلاق في الرواق الأيمن، ولكن دائما يبقى اللعب الفردي اللي ما يجيبش يعني نتيجه، وهذا يعني نقطه سوداء دائما نقولها بالنسبه للفريق ترجي مستغانم. لازم فيه تريط، فيه عقلانيه، فيه لعب جماعي، هو الوحيد اللي يقدر يجيب نتيجه ايجابيه للفريق. لازم نتفادى هذا اللعب بطريقه عشوائيه وبطريقه فرديه. نلعب إلى غاية الآن 80 دقيقة من زمن هذه المرحلة الثانية والمباراة. هل سيتمكن أحد الفريقين من تسجيل هدف في هذه 8 دقائق الأخيرة من زمن المرحلة الثانية؟ كرة لصالح ترجي مستغانم من هناك ناحية بن مغيث. شوف بن مغيث وين يعود إلى وسط الميدان من أجل جلب الكرة. عندنا تقريبا غياب، ولا تقريبا شبه غياب للاعب صانع العاب الفريق ترجي مستغانم، اللي يعطي كرات يعني مليحه وكرات فعاله، لهذا المهاجمين يرجعوا الى غايه نصف الميدان وهنا يتعبوا اكثر وما يقدروش يكملوا الحركات الهجوميه بكل يعني قوه. سيف الدين هناك تغيير. نعم، خرج منذ لحظات اللاعب المنور، اللاعب المتالق الذي سجل الهدف الثاني، ودخل دراجي شمس الدين. لاعب دراجي شمس الدين وسط الميدان، لاعب المدافع المحوري اللي كان يلعب في المباراة الماضية كأساسي وشكل محور دفاع رفقة عايش، واليوم إذن نشاهد بأنه المدرب شريف حجار الآن يلعب بثلث لاعبين في محور دفاع. هذا أمر بديهي، يريد الحفاظ على النتيجة. طبيعة الحال بقات يعني تقريبا 7 دقائق من الوقت المقابلة. نشوف باللي الآن تمركز اللاعبين وعدد اللاعبين في الدفاع وفي الميدان كبير للحفاظ على الاحتفاظ بالنتيجة. ولما شاف بأن اللاعبين تاع ترجي مستغانم يلعبوا لعب مباشر، فهذه هي الطريقة الوحيدة للدفاع وهي الكتلة الدفاعية، لأن ما راهمش اللاعبين تاع ترجي مستغانم ما راهمش يديروا نسوجات ويديروا حركات هجوميه جماعيه اللي تشكل خطوره، فهم يلعبوا اللعب طويل في متناول مدافعين تاع سريع غليزان. هنا المدرب شريف حجار يريد غلق جميع المنافذ على مهاجمي ترجي مستغانم. ترجي مستغانم يقوم بعده حملات هجوميه ولكن هي حملات عشوائيه الى غايه الان. نايل وتماس لصالح السريع. المدرب شريف حجار استنفذ كامل اوراقه في هذه المباراه.
في هذه اللحظات راح يدخل القلب الهجوم عبد القادر مزيان من جانب ترجي مستغانم، ربما هي اخر ورقه للمدرب مختار عساس، وسيخرج المدافع الايمن زروال. زروال مكان مزيان، مزيان سيدخل مكان زروال، مكان زروال عفوا. اذا هو هنا يريد يلعب الكل في الكل المدرب مختار عساس. طبيعة الحال ونعرفوا مزيان لاعب محوري ومهاجم محوري يلعب بالرأس أكثر هو ومادوني، إذا الآن غادي يكتفوا الهجومات تاعهم عن طريق الهجومات الطويلة لإيجاد فرص التهديف، فما بقات أي فرصة أخرى إلا هذه طريقة اللعب اللي غادي ينتهجها فريق الترجي المستغرب وهو عن طريق التمريرات الطويلة. ومزيان الموسم الماضي كان يلعب في سارع غليزان. وتشاء الصدف ان اليوم يلعب ضد فريقه السابق. هو ابن مدينه مستغانم ولكنه لعب في مثاليه تغنيف ثم تنقل الى اتحاد الحراش ثم بعد ذلك الى سارع غليزان ليحط الرحال مره اخرى في مدينه او في فريق مدينته ترجي مستغانم. من في فريق مسقط راسه ترجي مستغانم. اذا نلعب الدقائق الاخيره، تبقى تفصيلنا 4 دقائق دائما. شوف هنا الجندر عبد اللطيف وهو الذي لعب السنوات في السنوات الجميلة لترجي مستغانم في الدرجة الأولى لما كان فريق ترجي مستغانم يقارع كبار النوادي في الدرجة الأولى. كان هذا اللاعب جندر عبد اللطيف واحد من أحسن ما أنجبت مستغانم وواحد من أحسن ما أنجبت الكرة الجزائرية رفقة عبد الحميد مراكشي وأسماء أخرى، نذكر هذه الأسماء على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. دائما هدفان مقابل هدف لصالح الضيف سريع غليزان. كرة في الرواق الأيسر، هنا نشاهدوا خلوفي بعد التعديلات اللي قام بها المدرب مختار عساس أصبح فلاحي يلعب على الجهة اليمنى وخلوفي في الرواق الأيسر. فلاحي، فلاحي يبقى محافظ على كرته، يمرر من هناك ناحية بن شاوش التوزيعة، دائما البحث عن بن مغيت. مادوني، مادوني غوميدي يراوغ بطريقة ممتازة لكن عودة الدفاع، تبقى دائما الكرة لصالح سريع غليزان. رحال، رحال في أولى كرة يحاول المرور عن طريق المراوغة أمامه لاعبين، مرر الكرة الناحية الدرك، رحال، رحال خطير وتسديدة من رحال، تسديدة رحال جنبت العمود الأيمن للحارس بولعويدات. كانت محاولة ممتازة لصالح سريع غليزان في هذه اللحظات جمال بن شادي. طبيعة الحال هما يحاولوا باش يزيدوا يعني هدف قاتل لإنهاء المقابلة، ولكن لحد الآن هي فرص غير مجسدة. يبقى الآن على ترجي مستغانم أن يحاول في الدقائق الأخيرة هذه ممكن جدا يجيب الهدف. شوف هنا الكرة محاولة ل مادوني العيد قائد فريق ترجي مستغانم بعد كرة في العمق، هذه كانت آخر محاولة لسريع غليزان وتسديدة فوزي رحال لم تكن في الإطار، كانت تسديدة قوية. ترجي مستغانم تنتظره خرجة صعبة في الجولة المقبلة إلى تلمسان أين سيواجه الوداد المحلي في ديربي آخر. كذلك سريع غليزان تنتظره مباراة قوية في الجولة المقبلة أمام مولودية العلمة، مشوار لا يزال طويل ولا يزال صعب خاصة بالنسبة للفرق التي تبحث عن افتكاك إحدى التأشيرات المؤهلة إلى حظيرة النخبة. 5 دقائق كوقت بدل ضائع سيضيفه الحكم، وهذا نظرا للتوقفات العديدة ستكون كانت طويلة في هذه المرحلة الثانية. 5 دقائق ستكون طويلة على عناصر سريع غليزان، بينما 5 دقائق ستكون بمثابة ثواني بالنسبة لفريق ترجي مستغانم الباحث عن تعديل النتيجة ومخالفة على مشارف منطقة العمليات. كان الحكم السيد فاروق ميال قريب من اللقطة و
قريب من هذا الخطأ، ويقول مخالفة لصالح فريق ترجي مستغانم، ربما راح تكون آخر وآخر المحاولات الخطيرة لصالح فريق ترجي مستغانم. نلعب الآن وندخل في الوقت بدل الضائع من زمن هذه المرحلة الثانية. مخالفة لصالح من وراء الكرة، اللاعب بن مغيث. بن مغيث تشوف عودة كلية لعناصر سريع غليزان وصعود جميع رفقاء اللاعب بن مغيث. كل فريق يبحث عن كسب الرهان في هذه المباراة، كسب الرهان في هذه الدقائق الأخيرة. والحارس زيدي يبعد الكرة مباشرة إلى الركنية، ركنية أخرى لصالح ترجي مستغانم الذي يريد أن يضغط في هذه الثواني واللحظات الأخيرة. ركنية في التنفيذ، اللاعب فلاحي، فلاحي كرته دارية في القائمة الثانية والرأسية من مادوني على ما أعتقد، والحكم فاروق ميال يقول مخالفة لصالح دفاع سريع غليزان. مدرب مختار عساس يريد ان يلعب الكل في الكل في هذه اللحظات الاخيره. طبيعه الحال ما بقاش وقت كبير ولازم يكثر من المحاولات لغايه اخر يعني ثانيه من المقابله، ولو ان بهذه الطريقه من المستحيل باش الفريق هذا يسجل، لان فيه تسرع، فيه عشوائيه في اللعب، فيه نوعا ما لعب فردي اكثر منه جماعي. بهذا بهذه الطريقه صعب 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 جدا باش الفريق تاع ترجي مستغانم يوصل الى المرمى. فريق سريع غليزان لحد الان صامد امام حركه هجومات فريق ترجي مستغانم. تبقى تفصيلنا 3 دقائق على نهايه هذه المرحله الثانيه والمباراه. اسعافات تقدم لحارس سريع غليزان مصطفى زيدي. مصطفى زيدي من مواليد 20 ماي 1985، 33 سنة. مصطفى زيدي قام بمباراة ممتازة اليوم. طه المباراة لعبت في الشوط الأول. نعم، هدفان مقابل هدف، النتيجة لم تتغير وتبقى على حالها. ها هي هذه كرة تسجيل الهدف الأول عن طريق علاق، ثم المنور يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية، ثم المنور يتمكن من تسجيل الإصابة الثانية لصالح سريع غليزان. بينما في الوقت بدل الضائع تمكن اللاعب منصور من تقليص النتيجة. إذن تستأنف المباراة في هذه اللحظات. نايل دائما ترجي مستغانم يبقى منهزم فوق أرضية ميدانه. نايل كرته طويلة مباشرة ناحية الأمام واستماتة دفاعية. غوميدي الآن، غوميدي يبقى محافظ على كرته، والانطلاقة من هناك من غوميدي طلب الكرة دراج، دراج لكن يتفوق عليه الدفاع عن طريق منصور. البحث عن خلوفي يتفوق عليه بوزيد. كرة سهلة للحارس بولع ويدات. منصور كرته طويلة، البحث عن خلوفي، ولكن الكرة مباشرة إلى تماس لصالح سريع غليزان الذي يتجه لتحقيق أول انتصار له خارج الديار في هذا الموسم. 3 نقاط ستكون غالية بالنسبة لتشكيلة المدرب شريف حجار. شوف هنا كرة بالخطأ، كرة بالخطأ من غوميدي، غوميدي غوميدي والحارس، لكن غوميدي يتفوق. تبقى دائما الخطورة، دراج يحاول المرور عن طريق المراوغة. تبقى دائما كرة غليزانية
لكن يتفوق زروال في آخر اللحظات، والحكم السيد فاروق ميال يقول مخالفة لصالح دفاع ترجي مستغانم. في هذه اللحظات ينتهي الوقت بدل الضائع، ربما راح تكون آخر محاولة بن مغيث كورتو، دائرية من هناك وسهلة، الكرة في أحضان الحارس زيدي مصطفى، كرة سهلة. شوف هنا كرسي احتياط سريع غليزان، الجميع يترقب نهاية هذه المباراة المثيرة والجميلة بين ترجي مستغانم وسريع غليزان، لكن الحكم السيد فاروق ميال كان احتسب الوقت الضائع اللي كان بعد انطلاق الدقيقة التسعين. كرة لصالح الترجي، دائما الترجي والمحاولات الأخيرة، الآن لعب البديل والتوزيع، نفس سيناريو المرحلة الأولى يتكرر، نفس سيناريو المرحلة الكرة يتكرر، ويتمكن ترجي مستغانم من العودة في النتيجة، ترجي مستغانم يتمكن من العودة في النتيجة بهدف في دقيقة قاتلة، بهدف في الدقيقة الأخيرة من زمن هذه المرحلة الثانية، والمباراة عمراني يتمكن من تعديل النتيجة مثل ما فعلها زميله في الدقيقة الأخيرة من زمن المرحلة الأولى. منصور تمكن من تسجيل الهدف الأول، والمدافع عمراني يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح سريع غليزان في الدقيقة الأخيرة لهذا الشوط الثاني والمباراة بعد كرة. شوف هنا كنا نتحدث، كنا نقول هل سيتمكن سريع غليزان من تحمل عبء المباراة، سريع غليزان ليرفض اللعب الهجومي، ها هو يخلص كاش في نهاية هذه المباراة. في هذه الأثناء الحكم السيد فاروق ميال يعلن على نهاية هذه المرحلة الثانية والمباراة